العواف عليكم يا أجمل وأجدع وأكبر جمهور، جمهور نفسنا العظيم. طبعا احنا عارفين ان الجمهور بتاعنا كل مدى بيزيد يزيد يزيد ويتوسع ويتوسع وينتشر ويتوغل. الحمد لله بفضل الله نسبة المشاهدة بقت الله أكبر، اللهم لا حسد. بنرحب بيكم وبنرحب بجمهورنا اللي متابعنا في الاستوديو، وبنرحب بجمهورنا اللي بيتواصل معانا واللي منهم بيتواصل ويقول يا جماعة أنا عايز أجي أحضر معاكم في الاستوديو، بنقول له تفضل. والنهاردة معانا طبعا ضيوف في الاستوديو، أهلا بيكم. وبرحب بزميلاتي هدي وانتصار، وبرحب بيا أنا، وبرحب بالناس اللي ورا الكاميرا، وبرحب بالناس اللي في الكنترول. وجاية دي حالة الوداع ولا ايه؟ ولازم، ما هو يعني لازم الناس كلها ترحب، وربنا يرحم اللي عايشين ويرحم أمواتنا طبعا. طب والفاتحة بقى برحب طبعا بكل الناس اللي بتجتهد وبتتعب عشان تطلع حلقة حلوة للناس اللي بيشاهدونا. حلقتنا النهاردة جامدة جدا، ومواضيعنا هي في حلقة النهاردة من نفسنا هنتكلم عن هم وهن. بيثبتها بالتليفون أكتر ما بيثبتها وشايفها في حياتها. اتثبت قبل كده يا تليفون بخمس ست آلاف جنيه يا عمرك؟ لا التليفون بالظبط. لقاء مع سالي عدلي. انت بتتعبني علشان انا ابقى حلوه، وبتتريق عليا لو طلع لي حته بطن، وبتعمل وبتعمل وبتعمل. روح اظبط نفسك انت الاول، وحلي نفسك، وشيل الكرش اللي عندك ده. اول موضوع معانا هن وهما. الراجل والست بينهم فروقات، قلنا كتير ولسه هنقول، واللي جاي هنقول فيه كتير، واللي راح قلنا فيه كتير قوي. احفظوا بقى كويس ها، عشان ايه احنا هنسمع لكم في اخر السيزون. هن وهما، عارفه لو ما قلتهاش على بعضها هتلاقيني انا وهي خلصناها. اما انا هلحق اقول قبل ما تنطوا فوقي. لما بيجوا يتكلموا مع بعض الاصدقاء هم وهن، الاصدقاء لما بيجوا يتكلموا مع بعض الرجاله تلاقيهم ممكن من باب الهزار يعني يشتموا بعض. يا كذا يا ابن الكذا يا مش عارفه ابو كذا يا ده ضحك هزار، متقبلينه من بعض جدا على فكره، وفي الهزار عندهم مساحه كبيره جدا من تبادل الشتائم من باب الدلع. اما هن لما بيجوا يتكلموا مع بعض شله اصحاب، اما يوزوا يدلعوا بعض بقى مش يشتموا بعض، يجاملوا بعض. شكلك يا بدريه النهارده قمر بجد. ميرسي يا روحي. لا بجد مش طبيعيه بدريه، اتغيرتي كتير جدا. ستايل جديد رائع يعني، اكستريمي اكستريمي نايس. لا بس انت ازاي شايفاني بستايل جديد؟ ده انا طول عمري كده. لا انت طول عمرك فيري ستايلش، بس اليومين دول ستايلش وصغرانه ومحلويه. لا يو لوك اميزنج ريلي، اتس تو ماتش. او ماي جاد، هياكل من رقبتك حته. لا حلا هياكل ودنك كلها. نو واي نو واي. والوش هياكل شفايفك، والعبايه هتاكل. نو نو، الميكس رهيب رهيب. يو بيكيم اكستريم ستايل. التكنتي كلك من حلاوتك. فظيعه حبيبتي فظيعه، ربنا يحميكي. بس هو في الغالب يعني بتبقى بتجاملك من باب النفاق مش من باب القصد. طب ليه كده بقى؟ ليه كده؟ كنت ماشيه حلو. ما اقدرش. هما وهن، العلاقه مع المرايه. هما يمكن ينزل من السرير يخش على الحمام يلبس هدوم وينزل على العربيه يروح الشغل، ما بصش في المرايه، ما شافش مرايه العربيه حتى. رجع البيت كلد غدا نام، يمكن المرايه دي بيشوفها كل 3 ايام مره ومعدي كده. هن نازله مشوار مهم، مشوار مش مهم، مشوار اي كلام، مشوار عادي، لازم تاخد كل المرايات كده تك 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 تك، حتى مرايه الاسانسير تاخدها. وهي معديه ولقيت مرايه عربيه تقوم عوجاها كده وتبص فيها. حلو الروز مظبوط، بس حاسه ان هو مدلدل من هنا. لا ايه ده اللي مدلدل؟ لا حلو، بس اللون لايق عليا اساسا. حلوة قوي الفوشيا ده. المهم انا هقول نقطه انتصار، بما ان انتصار برضو للمره الثانيه في نفس ذات الفقره قالت نقطتي.
فاضح ان هي عينها على نقطي النهارده، بس انا بترفع عن انا عيني عليكي كلك، انا بترفع عن هذه الاشياء الصغيره. انا مش فاهمه ليه انتصار بتاخد النقط بتاعتي، يعني انتصار لما حد بيجي جنب نقطتها بتبقى هتاكله هتاكله كده وتنهشه بسنانها. هي في الفقره دي قررت ان هي تاخد نقطتين من نقطي، نقطتين بحالهم في فقره واحده، مش في حلقه، في فقره. فيعني لا كتير كده تو ماتش، مش حاضر استحمل اكتر من كده. لا قريتهم غلط نقطها فقلتهم، مش متعمده ما ابدل يعني. انا لقيت نقطه قدام فقلت الله يلا ده انا، فقمت قايلاها ما بصيتش على الاسم بتاع مين. يمكن بتعجبها النقطه بتاعتي دي فبتقولها. وبعدين انتصار بدأ يعني بدأ ما تخش علينا بمطوة، اللي نفسها تقوله تقوله، لو عايزة نقطتي تاخدها، بس احنا مش عايزين وجع دماغ. أنا واحدة هربانة منها لسعة، فتأذينا ليه؟ لا تأذينا ولا نأذيها، عايزة نقطتي تاخدها، نقطة هايدي تاخدها من الآك. المهم هن وهم في الحمام. اسكتي خالص، ما اسمعش حسك لاخر الفقره. لا بلاش الكلام ده في الحمام. ما هم انا طلع من نصيبي الحمام بعد ما انت خدتي نقطتي. يعني لو كان طلع من نصيبك انت الحمام النقطه بتاعتها ريحتها ايه؟ ما عشان كده ما قلتهاش، بس انا هقولها باختصار. المهم يعني هن في الحمام كلنا عارفين مؤخرا بقى مكان لملتقى اجتماعي، حيث بنتقابل مع بعض، بنقف نتكلم مع بعض، بنتبادل الميك اب مع بعض، ممكن نتبادل الصور ونقف نتصور سيلفيهات في الحمام مع بعض. ممكن الست تخش مع واحده صاحبتها تقابل، يقابلوا واحده صاحبتهم ثالثه في الحمام، بدل ما يقعدوا خمس دقائق في التواليت يقعدوا ربع ساعه وثلث ساعه في التواليت، حيث تبادل المعلومات والاخبار. الستات في الحمام بقى خروجه، الحمام خروجه، يلا بينا نخرج، رايحين فين؟ حمام ايه دي؟ هم في الحمام بيعملوا بلوك لبعض، يعني تلاقي الراجل متجه للتواليت عارف هو داخل يعمل ايه، دقيقه ونص دقيقه ده يمكن كمان بيفكر في حاجه تانيه في المكتب وهو بيعمل حمام، يعني مش مركز وبيعمل خالص، ولا شايف حد حواليه ولا مركز مع مين. ولو حد صاحبه حتى دخل في الحمام وانت في حمام المول، صعب جدا انه يقف يتكلم معاه، مساء الخير مساء النور، ياخد بعضه ويخرج وخلصت القصه على كده. الوقوع في الحب، هن يقعن في الحب من اللي بيسمعوا ودنهم شغاله، مكالمة تليفون في التانية في التالتة في العشرة، تلاقي نفسها بتحبه وممكن تكون ما شافتهوش، تروح البيت عايزة تقعد بالتلات ساعات معاها على التليفون، بيثبتها بالتليفون أكتر ما بيثبتها وهو شايفها في حياته. ممكن تكون قابلته مرتين بس كلمها 10 مكالمات وعايز تتجوزه، وقالت كل حاجة في التليفون، حتى لون المطبخ الملايات كانت عايزاها لونها إيه، وكم عيل كمان، وهيصيفوا شهر العسل فين، خلصت كله بودنها. هم يقعوا في الحب من اللي بيشوفوه، يعني تخش عليه بتدارسها بروجها طماطم بالعين الدبالي، تضربه رمش تضربه عين، الهوا يهفف، تقوم ناطره شعرها كده ايه ده يا غزال، وتقوم راجعه تاني عامله كده يا غزال، وطبعا الحركه بتاعت البنات دلوقتي وتقوم راجعه شعرها تاني كده، لا بيجيبوه كده كده، لا كده بصي كده من هنا من القفا للود، ايوه وتقوم واخداه كده، ما تسيبيش ليه كده اهو كده اهو. ده على فكره حركه عصبيه، يعني حاجه مش طبيعيه. والمهم ان هي بتحس انها بترقص خليجي، المهم ان هي بترجع شعرها تاني، يعني بعد ما بتعمل كده بترجعه تاني، ما هي عشان عايز تفضل تعمل كده. بس طبعا الالتواءات الكتير دي اللي وسطك وسط كمانجا دي، برضو الراجل ايه مشاعره بتروح مع الشعر اللي رايح الشعر النازل. وبعدين وانت بتكلمي وهو بيكلمك فجاه، فانت تسرحي فيقول لك سامعاني، قلت له ها 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 اسمها فاكرين افلام زمان، فهو مع ها دي هو تقريبا وصل لبابا قد من الدبله. عشان كده الرجاله ايه ده انت بتتجنن يا عيني، حاجات في المخ يا حرام، واكتشفت دايما ما ينفعش تقولها في الحلقه. عشان كده الرجاله دايما بتكذب والستات دايما بتحط ميك اب. الخلاصه بقى بتاعت الموضوع، هم وهن كل واحد بطريقته بهرموناته بجيناته بكروموسوماته بيشوف الدنيا بعينيه، كل واحد بيحكم على الآخرين بتصرفاته وتركيبته. هم
من ألمانيا وهن من الصين. لا الصين هتتكلم ألماني ولا ألمانيا هتتكلم صيني، عشان كده الراجل والست هم وهن دايما مش متفاهمين. هو وهي، هي وهو، هو وهي، هي وهو، هي وهي، وهي وهي وهو وهي. الأول بندلة الأول هي أنا ست البيت مش حافظينها. الأولى هي دلقتك قالك مساواة قلنا له يا ريت، أصل المسألة مش طبيعية. المسألة مش طبيعية. أعفى من هي، هي أهبل من هو. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا المجنونة جداً.